وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كتاب الحكام العطائية للإمام تاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري المتوفى سنة 709 رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه: الخزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار. الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها ليعوضها، يعني بقى عايز زعلان كده ما صليتش للعصر، قلت اسكت انا زعلان وحزين من ساعة ما فاتني العصر، طب ما تقوم تصلي كمان شوية لحد ما المغرب يبدأ، يبقى ده مغتر، يبقى ده مغتر، لأن الحزين الصادق يجتهد على أن يعوض ما فاته، هو ده الحزين الصادق. إنما الحزين المغتر اللي مش فاهم عنده طول أمل، يعني هو حزين بس ليه ما عملش دلوقتي؟ قال لك بعدين لسه بدري، يفضل يقول لسه بدري حتى ما يموت، لأن يأتي الموت فجأة. وعشان كده أكثر حاجة بتقصي القلب طول الأمل، طول الأمل، طول ما أنت عندك أمل إنك لسه هتعيش، طول ما أنت بتأجل إيه التوبة. لكن قصر الأمل هو الدافع للمصارعة إلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى علامة الاغترار من علامة من عقل الاغترار هي اليقظة. يبقى الاغترار يساوي الغفلة، يساوي الجهل بالله، الجهل بالنفس، يساوي التسويف، يساوي طول الأمل. إنما اليقظة تساوي الهمة والإرادة والعزم والقصد والتوبة والمصارعة والمسابقة. استعن بالله ولا تعجز، شوف النبي يقول لك استعن بالله ولا تعجز، ما تبقاش مغترب ولا تعجز، يعني ما تغترش، استعن بالله على طول، استمد منه وما تعجزش، ما تقعدش تبلط الخط تقول بعدين بكرة إن شاء الله، ما ينفعش. فهمت؟ يبقى الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار. تيجي تقول له ليه ما بتصليش الفجر؟ يقول لك والله ده أنا ما فيش حاجة مأكدة عليا عشتي إلا إني ما بعرفش أصلي الفجر. طب ما تحاول، ما يحاولش، يبقى ده مغتر، ده غافل. لكن لو عنده يقظة، طب تصور أنت بقى اللي بيضيع صلاة الفجر ده كل يوم علشان نايم وبيحب النوم وبيسهر، لو قالوا له أنت هتموت في الضحى بكرة، بكرة الضحى هتموت، يعمل إيه؟ يجي الجامع قبل ما الفجر يجي، صح ولا لا؟ لقصر الامل، ما قال لك ده خلاص ده اخر فجر هيعدي علي، على الاقل ابقى ميت وتصلي الفجر جماعه، يوم يجي على طول. طب الثاني ليه ما جاش؟ لانه مش متصور انه هيموت بسرعه. يبقى اللي منع انه يجي اضطر بطول الامل. لكن لو عرف ان هو الموت اقرب اليك من شراك نعلك، يوم على طول يسارع، مفيش حاجه اسمها يعض على شفته من الندم وبعدين هو قاعد مكانه مبلم. طب واحد يعمل ايه؟ انطلق الى ربك. ربنا يقول فروا الى الله، سابقوا سارعوا، مش كده؟ ما قالكش حتى ينهض، قالك سابق سارع فر، يعني كل حاجة توحي ايه بالجد والاجتهاد وعدم ايه التسويف. يبقى اللي بيسوف مغتر مغرور، والمغرور من إمامه الشيطان اللي هو الغرور. ولا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان يقول له ايه يا عم انت شباب بكرة تفضى، ما انت كويس، انت حتى ما عندكش امراض، يعني لسه قدامك ان شاء الله بعدين، بس لما نخلص المشروع ده، لما نخلص الشهادة دي، لما نخلص الموضوع ده، طب لما تخلص مش عارف ايه، لحد ما يخلص عليه، لحد هو نفسه ما يخلص، يبقى بيغر بالله الغرور، الغرور اللي هو الشيطان. نسأل الله السلامة.